شركتنا النهاردة بنحتفل بإطلاق المشروع الثالث لشركة برايم. احنا أطلقنا السنة اللي فاتت مشروع ميد تاور في العاصمة الإدارية في الداون تاون، مشروع إداري تجاري، وقبله كنا أطلقنا مشروع هارمونت، ده المشروع الثالث. وإحنا اخترنا ننزل بالمشروع السكني اللي هو مشروع آيون اللي إحنا النهاردة بنحتفل به، لأنه ده كان احتياج لعملاء برايم. إحنا لبينا احتياجات العملاء في التجاري وفي الإداري، فكان لازم يكون عندنا كل حاجة يحتاجها العميل موجود عندي. وفكرة المشروع فكرة غير تقليدية، إحنا نازلين بالمشروع في أفضل لوكيشن في الار 8، نازلين بفكرة المشروع يكون سمارت. ليه سمارت؟ لأن العالم كله رايح في هذا الاتجاه. على أرض الواقع الحمد لله الحمد لله، لما جينا واشتغلنا وفعلا لقيت أعداد كبيرة جدا اللي بيتعامل معانا من المصريين في الخارج، جايين مطمنين واثقين إن في حد يمثلنا، فجايين في ثقة. النجاح محتاج مجهود، لا نجاح بدون اجتهاد. فرقم واحد، في تحديات محدش يقدر ينكرها، واللي بينكر إن في تحديات يبقى شخص يا إما يعني ساذج. التحديات موجودة وتحديات دولية صعبة جدا، لكن قدام التحديات بنعمل ايه؟ رقم واحد، خليني اقول لك بنقاط محددة، رقم واحد ثقتي في ربنا، رقم اتنين ثقتي في فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل الحكيم الامين اللي نجى مصر بحكمته. رقم ثلاثة ثقتي في التيم اللي عندي، انا عندي في شركة برايم الله اداني أكفأ رجال بل أكفأ الكفاءات عندي. فلما يكون عندك الكفاءات لازم دوري كرئيس مجلس إدارة أهيئ ليهم المناخ اللي طلعوا أقصى ما عندهم. باختصار المشروع ده شقق سكنية جي بلس 7، أرضي وسبع العماير، أرضي وسبعة أدوار، فيها تايبس مختلفة جدا تناسب كل العملاء. عندنا غرفة نوم، غرفتين نوم، ثلاث غرف نوم، أربع غرف نوم ودوبلكسات. مساحات عندنا بتبتدي للغرفة النوم من أول 68 متر، توصل للفور بيدروم أو الأربعة نوم، من بتبتدي المساحات منه من 197 متر. بصي، إحنا في المشروع ده معانا استشاريين مهمين جدا، من ضمنهم استشاري هو اللي مسؤول عن موضوع السمارت سوليوشن بتاعة المشروع، وهي شركة المصرية للاتصالات وي. وعندنا الاستشاري الهندسي للمشروع شركة معمار جروب، دي من أكبر الاستشاريين الموجودين في جمهورية مصر العربية. والاستشاري العام للمشروع شركة محرم بخوم، كبيت خبرة بقاله سنين في المجال. فالاستشاريين دول مقدمين برودكت محترم جدا للمشروع بتاعنا، زي ما حضرتك قلتي سمارت بالكامل، بيخاطب فئة الناس اللي محتاجة المستقبل في المدن الذكية اللي موجودة. العاصمة الإدارية دلوقتي بتخاطب مدن الجيل الرابع ومدن الجيل الخامس ومتأسسة على الموضوع ده، الأنظمة الذكية. فإحنا عاملين مشروع بيحاكي الموضوع ده وموجود برضو في العاصمة الإدارية في منطقة الـR8.